بمناسبة تعيين رئيس الأساقفة جيوفاني بيترودال سفيراً مقيماً للكرسي الرسولي في الأردن، أقيم بهذه المناسبة قداس احتفالي حاشد في كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية بعمان. ترأس القداس المطران جيوفاني وشارك به غبطة البطريرك بير باتيسا باتسابالا وسيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، وعدد من أصحاب السيادة المطارنة وسكرتير السفارة البابوية المونسنيور ماورو لالي ورؤساء الكنائس في المملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات رسمية وعامة وجمع من الكهنة والرهبان والراهبات وحشد كبير من المؤمنين. وبعد أن أنهى المطران خضر كلمته الترحيبية، ألقى السفير البابوي كلمة أعرب فيها عن امتنانه بتعيينه سفيراً لقداسة البابا فرانسيس في المملكة في هذا البلد الذي هو جزء من الأراضي المقدسة، لافتاً إلى أن مهمته الرئيسية في الأردن تكمن في مساعدة رعاية الكنيسة على عيش الإيمان والمحبة والوحدة بين الجميع. ودعا سيادته في عظته الجميع للالتزام بالصلاة من أجل السيد المسيح لكي يقوم بمهامه التي أوكلت إليه. وفي ختام القداس تقبل سعادة السفير البابوي التهاني من عموم الحاضرين. After all, we have to say that every man desires life. علينا نقول إنه كل إنسان يرغب الحياة. لذلك القراءة الأولى عبرت عن العالم المسيحاني بكلام أشعيا النبي. وفي هذا العالم يحمل الله سلامه، وهذا ضمان الحياة الأبدية للجميع. ولكن نعرف أن هذا العالم المثالي غير متطابق لتوقعاتنا هنا على الأرض. بالرغم من رغبتنا للعالم المليان من السلام وبدون عنف، بدون انتقام، عالم بدون خطية، عالم بدون آلام وبدون موت، هذه الرغبة ما توصل للتحقيق هنا على الأرض. النبي يرى ثمار من رسالة المسيح بشكل مميز، لأن هذه الرسالة تفوق الإمكانيات. نحن أيضا على طريقنا تجاه هذا العالم الذي يختبر السلام الكامل، هذا العالم الذي سنلتقي فيه في السماء. طبيعة الإنسان على هذه الأرض طبيعة الحجاج الذين يرغبون بالسماء، وهناك الحياة الكاملة، وهناك نرى الله وجها لوجه. الزمن الأربعيني يمثل هذه المسيرة، واليوم نحن أيضا في الطريق إلى الاحتفال بعيد الفصح مثل ما نرى في سر الليتورجية. هكذا في حياتنا نحن على طريق الفسح، ونريد أن نختبر هذه الحياة بكمالها بقيامة المسيح.